شاء الله هتشوفه النهارده ان شاء الله ان لاعب كفيف كفيف بيلعب بمهاره اللاعب. ازاي؟ بالتخيل. 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 هتشوفه النهارده ده حضرتك. ممكن لعبها الكتروني ولا لازم بالشكل التقليدي؟ فعلا في لعب الكتروني ولكن مش محبذ، لان كان اكتشف اللي بيبقى فيه برضه نوع من انواع الغش او الشيت، فبرضه الاتحاد الدولي بيعمل كاميرات على اللاعب وكده، لانه ممكن يكون معاه تليفون او كده، او ممكن ايه يكون فيها. لكن احنا بنلعب بطولات في مصر مقيمه متابعه طبقا للوائح الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحاد المصري، مراقبه بيشوفها العالم. النهارده الحمد لله احب ازف برضو حاجه بسيطه معلش، اللي احنا عندنا في منطقه الغربيه احنا اختيرت كمنطقه اللي هي هتحتفل باليوم العالمي للشطرنج، هي المكان الوحيد على مستوى مصر اللي اختير لهذا الحدث، وان شاء الله في حدث العالم كله. ليه؟ احنا قدمنا مقترح. انا من الغربيه اصلا يعني، فقدمنا مقترح جيد ان في لاعب كفيف هيقدر يلعب ثلاثة أصحاء على درجة كبيرة من يعني التفوق الرياضي، التفوق لعب الشطرنج مش أي حد. وهنشوف الكلام ده لايف على الاتحاد الدولي للشطرنج، وإن شاء الله البعثة كله بتقريب النهاردة الساعة 4 إن شاء الله عصرا. وفي لاعب تاني آخر هيلاعب 20 لاعب في وقت واحد، وده برضو هنشوفه برضو إن شاء الله عندنا يعني في الغربية إن شاء الله. برضو. إن شاء الله. طيب. ودي حاجة يعني ثقة فينا كمنطقة نشطة شوية في لعبة الشطرنج في السنتين الأخرانيين يعني. دي حاجة تبسطنا بقى. طبعًا بكل تأكيد. نتيجة المبادرة إيه يا أستاذ محمد؟ اللي هي تعميم الشطرنج في المدارس خصوصًا في النشأ والأطفال الصغيرين. احنا حضرتك لحد دلوقتي ما احنا لازم نتكلم بخطط. انا رئيس لجنه شطرنج المدارس والجامعات، ومن فوقي رئيس كفء يعني ونشط يعني اسمه الكابتن احمد عدلي، وده برضو استاذ دولي وجراند ماستر ومحترم ونشط جدا وشاب يعني مواليد حاجه و80، نشط واكتف في ظرف 120 يوم يعني، اقام 8 بطولات كانت بتتعمل في سنه قبل كده يعني، فالحمد لله. ولسه عندنا 20 بطوله لحد اخر العام ان شاء الله، في نشاط غير عادي في الشطرنج في مصر في الاونه الاخيره. وحضرتك قلت النشأ والبطولات، لسه فخامه الرئيس مكرم الدكتور باسم امين ده يعني ده لاعب حصل على اعلى تقييم دولي في سنه 2019 لم يصل اليه اي لاعب مصري وعربي وافريقي حتى الان ما شاء الله. فهو وشاهين ده وفى برضه من الغربيه، وباسم امين من الغربيه بحييه حاجه جداً. تفرح كده وتفرح. احنا من هنا بنقول الغربيه عاصمه الشطرنج في مصر. فعلا فعلا عندنا ده مش تحيز من حضرتك، مش تحيز مني ان شاء الله يعني. بص كمان الاطفال في الصور اللي احنا بنعرضها دلوقتي، شايف حضرتك في البيت قاعدين في البيت بيلعبوا شطرنج. دي مبادره عملناها في الغربيه برضو في منطقه اسمها السنطة، مبادره اسمها شطرنجي في مدرستي، وكنت انا صاحب الفكره. وزعنا شطرنجات مجانيه في المدارس، وكان احد يعني المدرسات حبه للشطرنج، كانت لعيبه قديمه للشطرنج، ابدت الرغبه اللي هي في احد القرى الصغيره في يعني في جميل. في مركز السلطة احد المراكز، وعلمت في مدرسه واحده 100 تلميذ وطالب. ده مؤشر مهم يا استاذ محمد، ده لارتفاع نسبه الذكاء في هذه القريه او في المحافظه بشكل عام. الطفل المصري بيتمتع بالذكاء. هو المفروض يبتدي يلعب من سن كام؟ من سن 5 سنوات يبقى مدرك ويقدر. سن 5 سنوات. 5 سنين؟ هقول لحضرتك خبر مش خبر، احنا يوم 12/7 اللي فات يعني بقالنا حوالي 8 ايام كان في حاجه اسمها بطوله الجمهوريه المفتوحه، بطوله مصر يعني معموله في استاد القاهره، بطوله الجمهوريه المفتوحه للشطرنج الكلاسيكي. وده اصعب انواع الشطرنج لانه في فكر، لان في 3 انواع اقولها سريعا يعني. شطرنج كلاسيكي اللي هو اكتر من ساعه، اقل من ساعه حاجه اسمها رابد وما يقلش عن 10 دقائق، اقل من 10 دقائق حاجه اسمها البليدز اللي هو الخاطف يعني. فالشطرنج الكلاسيكي ده يعتبر اهم شطرنج، اهم بطولات بتتلعب فيه، لان اللاعب بيوصل 3 ساعات تفكير فبيقدر يعني ياخد النقله الصح يعني. الطفل ده اللي حصل على البطوله ديت معجزه، اسمه عبد الرحمن سامح. مش من الغربيه بقى؟ لا مش من الغربيه. آه من القاهره. عبد الرحمن وهيكون معانا النهارده في التحدي في معانا. حصل على البطوله، طفل معجزه، العالم كله. نقطه ثانيه اقولها اللي هو عنده 10 سنوات.